هذه عبارة على خطر موت والله. كان يدخل هنا طيز الفلوس ويز الدنيا كلها يز. يسرقوا ويطيشوا لهنا. حلو الساق يخلعوا يسرقوا ويطيشوا. زي ما يخلعوا حسن القشية نتاع اللي يخلعوا فيه هذاك يخلعوا فيه. القشية الآخرين زاد يخلعوا فيهم في كل تشكة. احنا بدنا نتشكى. يخلعونا لهنا في القشية ما خلونا حتى شيء. حتى مو التنظيف يزرق فيها. الطفلة يجي وراها معناها منعش بسلاح أبيض وهي تسيح ويسرعوا فيها من السونتر وما نجموش يتدخلوا. قالك لطف معناها نقول نحن كله شارات معناها بأنواعهم الكل. جريت تبعت كلها كانت ماني خرج كانت تبعتني شفت كانت مش خرجتوني من البيت الاخرى خرجناك مش نرجعك انا يخلع يسرق يبراك يشرب كيما تشوف انت مش ما نظلموش قدام ربي هو ولا ها هو يدخل تو هذاك هو اللي مش لابس بافيت يهبط اللي مش لابس بافيت يهبط يا اخي يلزم ان احنا اختي توك شنو كل يوم اخي مش واعي بروح المواقع احنا هنا خاص احنا عايشين ليش بافيت هذا المترو راهو وبرانسيب هاتكم انتم تعاونونا راهو اللي تلقوا مش لابس بافيت هبطوا تزوم من المترو هبطوا 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 زعما هبطوا على أثر توفر معلومة عنا احنا في مصلحة أمين وسائل النقل اللي فما شكون مستولي على مقر تبع شركة نقل تونس في محطة الشباب هذه باش نتنقلوا رفقة المصلحة الأمنية تبع الشركة باش نثبتوا في المعلومة هذه وكان فما الأطراف هذوما يتم حجزهم والحجز الجريري والحاجات اللي عندهم وكذلك عندنا حملة متزامنة مع ذلك كل متزامنة مع حملة أمنية مع توسعة نطاق على مستوى جميع محطات النقل خاصة على البركاجات والنشل داخل المحطات وداخل عربات المترو هك باش تمشيو معانا باش تشوفوا ندخلوا داخل العربات ونشوفوا خاصة معناتها العباد اللي نعرفوهم احنا عنا تصورهم من قبل ونتحروا عليهم من قبل نضبطوش يشكون معناتها عنده سكاكن ولا عنده معناتها حديد فوق منه نحجزوهم باش نكملوا خدمتنا احنا حاليا متنقلين لمحطة الشباب على اثر تشكي معناها العديد من الحرفاء فهمتني على محطة الشباب احنا حاليا معناها جتنا معلومة فهمتني على انه معناها ثم مجموعة من الشباب هذيك مستغلين مقر من مقر شركتنا شركة نقل تونس فهمتني ولا معناها بؤرة نتاع فساد غادي ولا نتاع بركاجات هذه المحطة هذه محطة الشباب هي محطة سوداء فهمتني ولنا معناها حملة أمنية مشتركة مع مصالح حماية وسائل النقل فهمتني وتوجهنا توك لمحطة الشباب هم تصوروا معنا باش نشوفوا كيفاش ناس يجون هنا عمينا كواكب هنا يسرقوا ويطيشوا لهنا ها
فهمتني؟ يسرقوا ويطيشوا. حلو الساق يخلعوا يسرقوا ويطيشوا. نحن هذه البلوكيستاها مخلوعه، قلت ولا قاعدين نستغل فيها هذه باش نشوفوا فيها حل سيادة. لا خلينا نشوفوا الاخرى. عامل منشر معناها زاد، عامل حتى منشر. احنا توين موجودين؟ هي محطة الشباب. كنت تحكي لنا شويه عن محطة شباب، لاحظنا فيها برشا خروقات. صحيح والله فيها برشا مشاكل في الفترة هذي، ديما يخلعوا حسن القشية نتاع اللي خدموا فيها ديما يخلعوا فيه، القشيات الآخرين زادا يخلعوا فيهم، برشا عسيل برشا بركاجات برشا بسات. علمنا كل، علمنا السلطات الكل تقريبا، المسؤولين الكل علمناهم، ما فما حتى حل. نهارش المواطنين يتشكاو، كل الناس الكل تشكا، احنا بيدنا نتشكاو. يخلعونا لهنا في القشية ما خلونا حتى شيء، حتى مو التنظيف يهزوا فيها. لاحظنا فما جرير. ني بيتو غادي. اش عطيك خويا؟ معناتها خلعوا المحطة ويبيتوا فيها. ايه خلعوا المحطة ويبيتوا فيها. فما معناتها تشكيات كل يوم، فما نترة هون يا. كل يوم بكري بركة جاوا زوز يتشكاوا. على حكاية المشاكل هذيا. عباد معناها لطف هكا. فهمتني؟ معناها برشا فساد بصراحة. واجهت وصلت المعنية؟ الناس كل في بال، المسؤولين كل في بال، فما حتى واحد ما في بالوش، الناس كل في بال، مام ديسباتشير في بال، أنا أكثر من هيك معنا ما نعمل. برشا عباد يرميو في اللوم عليكم أنتم. علاش اللوم علينا؟ على شنو؟ ما دخلناش نحن، على بينا نعلموا سلطتك ونعلموا المسؤولين نتاعنا، وهما اللي ياخذوا القرار، مش احنا باش ناخذوا القرار. معنا ما نعلمهم نحن. أنت بيدك معرض للخطر هوني ولا؟ بطبيعة الحال. خاطر الباب مخلوع كم كيكه نخدم فيه، يعني كان يدخل لهنا تو يهز الفلوس ويهز الدنيا كل يهز. عندك السؤال، دخل دخل فرق سجاة منصور فرق سؤالية شوفك هذا هو.
وصلنا قدمناك قبل ولا قلنا لك تبعد عنا المحطه ما تسكنش لهنا انا ايش تعمل انت لهنا تغسل دبشك غادي ايش تعمل انت منين منين اصلا منين منين من جدوب ايش جاي تعمل هنا غادي تغسل دبشك لهنا تغسل دبشك بالشراب غادي نغسل في دبشي راه كيشوف نقول ايه باش تغسل فيها تابوز عادها في الساك صحيح باش فاش قاعدك في المحطه لهنا يا اخي دينا ما نبان عليه غسلش دبشك ايش تغسل دبشك نسك الماء من عند البيع في البيتون ونغسل في دبش تسطل الماء وين تسكن عاش ولدي وين تسكن كل مرة كيفاش كيفاش مرة طايش الجرية دي تبعتك الجرية دي تبعتك ولا كانت ماني خرجت كانت تبعتني شفت كانت شو مشكم خرجتوني من البيت الأخرى يخرجناك ايش مرشحك لهنا ما رجعتش ما عاودتش سكنت لهنا ايش تعمل تنرش هديناك تعمل هنا كنت نغسل في دبشي انا تغسل في دبشي البارح وين بت البارح وين بت يغسل في دبشي الصباح. وين؟ لهنا وين لهنا؟ وين كنت نغسل في دبش؟ ما دخلتش البيت هذا؟ لا ما جيتهاش خويا قدمناه هذايا قداش مرسي هاي من كيما تفرج السيد هذاك هو فيديو هذاك هو تو دخل غادي يهز سطل في سروال وخرج به ما غادي ما عرفش عرفش مشى هاي هذاك هو فيديو هاك هو يعبي في الممنون هي يخلع يسرق يبراك يشرب كيما تشوف انت منه فاش مره ها؟ هي تو خلي خويا نضحك منه يا منير باش ما نظلموش قدام ربي هو ولا ها هو اللي دخل تو هذاك هو هكا هذو ما حوايجو المحطة مستملكها معناها الماء يغسل فيه من الغادي ويستملكها يغسل ويعمل كل يدخل المحطة هذه عبارة على خطر موت والله عبارة واحد باش يرمي روحه في الهاوية صارت قبل هوني مشاكل انت بحكم تقرا هوني توا اي نقرا لهنا عندي توا عام بريسك كل واحد يحكينا معناها حكاية صارت معناها فهمت انت كي تجي هوني توا المحطة تحس بالامان مش لاحظنا محطة خلوقي فارما سي امبوسيبل نحس بالامان امبوسيبل نحنا طويكا بحكم السونتر من هنا معناها اقرب لنا من حي الخضره هذاك علاش معناها نجيو من البارتي هذه سينو بالحق والله كل مره واحد يحكي لنا معناها مصيبه منهم مره بروف حكى لنا كيفاش معناها طفله يجي وراها معناها منعش بسلاح ابيض وهي تسيح ويسمعوا فيها من السونتر وما نجموش يتدخلوا قالك معناها نقولوا نحنا كلو شارات معناها بانواعهم الكل والله مثلا الجسديه ديما كنجيو معناها جايين من الشارع هذايا يعرضونا معناها عبيد اللي يكحر اللي فما مره زاد صحابي معناها ما تتعداش شوف لها واحد سي امبوسيبل سامحني تو كنت شفت وجه لمني هوني تطمن بيان سور ولا لا على الاخر زاد انا كيف نهبط من المحطه نتاع المترو نلقى شكون معناها واحد يقرا في السونتر نعيط له باش نكمل معاه سينو
سينو نبقى واقفه من غادي باش نستنى المترو باش يهبط التلامذة باش نجم نتعدى. ديجا توا كي شفت الجماعه واقفين والحمله الامنيه واقفه لهنا معناها الانسان يطمان معناها، وبالحق حسيت بالامان على الاخر.